دعا قائد عمليات كركوك الفريق جبار الطائي المتظاهرين لاتباع السبل السلمية والابتعاد عن قطع الطرق، مؤكدا أن القوات الأمنية ستكون في حماية المتظاهرين دوما. اللي أطلب من أبناء المتظاهرين أن يمارسوا حقهم الدستوري المنفتح الثقافي، بإمكانهم أن يختاروا حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد عام للقوات المسلحة المحترم أن يتظاهروا بمكان، وستكون أجهزتهم الأمنية السد المنيع لحمايتهم. سننقل طلباتهم من خلال قنواتكم الكريمة، سنقوم بإيصالها إلى مراجعنا أولا بأول. الابتعاد عن قطع الطرق، لأنه الطرق لا تمثل ملكا لأحد، هي بأبناء المتظاهرين جميعا أن يكونوا بمستوى المسؤولية والابتعاد عن قطع الطرق. أما حق التظاهر حق مكفول، وسنكون نحن حماة المتظاهرين.